الاتفاق النووي كان اتفاقا رابحا رابحا فيما بين إيران وأمريكا، الآن صار اتفاقا رابحا رابحا للإيراني فقط. يعني إذا صار الاتفاق خير وبركة، وإذا ما ما صار صار خير كمان. وبركة، من احنا رايحين ب60% وفوق ال60% وأيضا أكثر من ذلك. هناك أطراف في الداخل الإيراني بدأنا نسمع لها صوتا عاليا وفي أروقة النظام في الداخل الإيراني، يقول يا أخي اذهبوا إلى القنبلة النووية وخلصونا من هاي القصة كلياتها. بدكم تروحوا، ما انتوا عندكم تحريم شرعي بهذا الموضوع. هناك لكن انا اقول بان التحريم قابل للتأويل وقابل كمان؟ للاجتهاد، والتحريم ممكن ان يبحث به وعنده ظروفه الآنية والعرف يعني مش بالفقه. ما في شيء ثابت ما بهذا في شيء الموضوع، طبعا يعني هذه خاصة لدى رسالة الشيعة. لها وقع شديد اكثر. نعم، الشيعة يتميزون بموضوع الاجتهاد. باب الاجتهاد ممكن واسع السيد القائد الآن الله يطول بعمره هو عنده اجتهاد بأن القنبلة حرام، ممكن بعد 120 سنة الله يطول تصبح غير بعمره حرام، يوم تصبح غير حرام لمجتهد آخر يتولى زمام الأمور وخاضعة لظروف معينة ولتوقيت محدد. طبعا يعني الأمور مفتوحة مثل ما حضرتك عم تقول. وخليني أقول، أنا أقول الخلاصة اللي استخلصتها، أنه لا يمكن التعويل على مثل هذا. لا يجب، مش لا يمكن، يمكن التعويل إذا ما صدق الأمريكي.